تحية لكم. هذا اليوم الثلاثاء 8 حزيران 2021 عقد مجلس الوزراء كالعادة، وفي الديباجة التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تحدث عن جهد دؤوب تقوم به الحكومة من أجل توزيع الأراضي على المواطنين. سيشمل جميع المواطنين ممن ليس لديهم أراضي ولم يتسلموا من الحكومة أراضي سابقا. يشمل هذا الموضوع الموظفين وغير الموظفين. هناك إصرار لدى هذه الحكومة في أن تنصف المواطنين، ووردت عبارة في المقدمة على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء، هو أن الإسكان اللائق للعراقيين هو جزء من الأمن القومي العراقي، وهي أبسط مستلزمات العيش الكريم للعراقيين. الحكومة جادة في هذا الموضوع وتعمل عليه، وسيتأسس موقع إلكتروني خاص في هذا الموضوع يتقدم به المواطنون بطلباتهم لتخصيص قطع أراضي لهم ممن مرة أخرى ممن لم يتسلموا سابقا، وهذا يشمل الموظفين وغير الموظفين، الموظفين العاديين المدنيين والقوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد وغير ذلك، وموظفي الوزارات جميعا. كان هناك كلام ونقاش سابق لهذا الموضوع أفضى إلى هذه النتيجة هذا اليوم التي أعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء. صحبة هذا ستكون هناك قروض ميسرة لبناء المساكن لكي تكتمل المسألة وتتوفر مساكن للعراقيين إن شاء الله. الموقف الوبائي، ليس هناك تغيير كبير عما قلناه في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالإصابات ونسب الشفاء وغير ذلك، لكن الجديد يتعلق باللقاحات. هناك مزيد من اللقاحات تأتي إلى العراق، وما نحن بحاجة إليه حقا وصدقا هو أن يتوجه المواطنون ويأخذوا هذه اللقاحات. هي متنوعة، منها فايزر المرغوب، ومنها وجبة كبيرة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى العراق، ونأمل من المواطنين من لم يأخذوا هذا اللقاح أن يأخذوه عاجلا، خاصة من أولئك الموظفين الذين ستتطبق عليهم قرارات تتعلق في دوامهم ما لم يأخذوا هذا اللقاح أو يفحصوا كل أسبوع كما قلنا ذلك في المؤتمر الصحفي في الأسبوع الماضي. فيما يتعلق بوزارة المالية، كان هناك مشروع قرار صوت عليه مجلس الوزراء قدمه السيد وزير المالية. هذا المشروع يتعلق بالتعاقد مع خبراء مصرفيين من خارج العراق وداخله، وأساس هذا القرار الذي صوت عليه مجلس الوزراء اليوم هو إصلاح القطاع المصرفي. تعلمون أن هناك مشاكل كثيرة في القطاع المصرفي العراقي، والمؤسسات تستنزف في خبراتها في التقاعد وفي غير ذلك، وتفتقر المؤسسات العراقية لأسباب كثيرة إلى خبرات كبيرة في هذا المجال وخاصة في القطاع المصرفي. اليوم صوت مجلس الوزراء إلى إعطاء صلاحية استثنائية لوزير المالية على التعاقد مع خبراء من داخل العراق وخارجه لإصلاح القطاع المصرفي. أيضا كان هناك قرار سابق يتعلق بمساعدة لبنان بتزويدها بزيت الوقود، واليوم صوت مجلس الوزراء على توفير هذا الزيت استنادا إلى القرار السابق بالسرعة الممكنة. نعرف أن لبنان تمر بظروف غير عادية، ولذلك القرارات التي يصوت عليها مجلس الوزراء بصدد هذا البلد الشقيق قرارات سريعة وتنفذ مباشرة. وزير الموارد المائية أيضا قدم مشروع قرار صوت عليه المجلس هذا اليوم، وهو أن تبدأ وزارة الموارد المائية بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ماء البصرة الأنبوبي
الذي يسمى قناة البدعة المعروفة. كان هناك قبل أشهر مجلس للوزراء عقد في البصرة، وصوتنا على الشروع بالعمل على هذا المشروع المهم لماء البصرة تحديدا، واليوم صوت مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الأولى لهذا المشروع المهم والأساسي لماء البصرة. فيما يتعلق بالنفط ووزارة النفط، كان هناك تصويت أيضا بالسماح للشركات النفطية الرابحة تشغيل الأجراء اليوميين. هذه فرص عمل كثيرة بالآلاف، خاصة من ذوي التخصصات الهندسية. يأتي هذا التشغيل استثناء من قراري مجلس الوزراء 315 و337. هذا سيوفر فرص عمل مشروطة أن تكون للمهندسين فقط، وأن لا تتعدى 6000 فرصة عمل للأجراء اليومي. أخيرا، بحضور سيد رئيس مجلس الوزراء اليوم جرى التوقيع على تأهيل مطار الناصرية، وهو اتفاق حكومي بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية. هذا المكان تعلمون بحاجة إلى تأهيل في وضعه الحالي، وأعتقد الحكومة أنجزت شيئا كبيرا هذا اليوم بإبرام هذا الاتفاق على أرفع مستوى، وهو حضور السيد رئيس مجلس الوزراء. أستقبل الآن أسئلتكم. الأعلى وكالة الفيج نيوز الإخبارية، أين وصلت لجان التحقيقات حول الاعتقالات الأخيرة؟ هذه قيد التحقيق، يعني ما لم يعلن شيء رسمي من الحكومة هذا معناه أن من الأفضل أن التحقيقات تجرى في لجان تحقيقية، وهي التي يعني مرهون بها الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات وإحالتها للقضاء. ولذلك ما لم تسمعوا شيء رسمي من الحكومة فيما يتعلق بهذا العمل، لا يعني لا وجوب لترويج إشاعات أو أخبار أخرى. ننتظر نحن اللجان التحقيقية تستكمل أعمالها ثم تعلن مثل هذه النتائج. السلام عليكم سيادة الوزير. سيف الدين الإبراهيمي، قناة الحدث اليوم. هنالك مؤشرات خطر عن تزايد نسبة الأملاح في شط العرب، مما يعني إعادة المعاناة إلى أهالي البصرة فيما يخص مياه الشرب. هل هنالك معالجات لهذا الموضوع؟ حسب الذاكرة، لو رجعتم إلى أحد المؤتمرات الصحفية، أعتقد كنا أعلننا أن مجلس الوزراء صوت على تمويل مشروع لوزارة الموارد المائية لمواجهة الجفاف. نحن الآن نعاني من الجفاف، وبالتأكيد هذا الجفاف يعزز مكانة العراق المائية ومواجهة هذا ما يسمى باللسان الملحي الذي يتراجع من الخليج العربي نحو شط العرب. أعتقد هذا المشروع مشروع ماء البدعة، المشاريع التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية بدأب كبير ستواجه مثل هذه المشكلة، وسنترقب يعني ما سيحدث في الأيام والشهور القادمة من تجاوز مشكلة الجفاف حسب التمويل الذي زودت به وزارة الموارد المائية. السلام عليكم. عمر هشام، وكالة نينا الأنباء. حقيقة كل الاتفاقات اللي وقعها العراق مع الدول الشقيقة والصديقة يأخذ الاستثمار الجانب الأكبر من هذه الاتفاقيات. أين وصلت هذه الاتفاقيات، خاصة مع مثل ما نعرف أنه زيارة سيد رئيس الوزراء إلى كل من الإمارات والسعودية أفضت إلى صناديق ائتمانية إماراتية والسعودية للعراق مجال الاستثمار. هل هناك من خطوات بهذا الجانب، أم أن الأمور تنتظر استقرارا أكثر أمنيا واقتصاديا في العراق؟ نعم، هذا النوع من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم نتفهم أنه يستغرق وقتا، يعني ربما نحن أسرعنا في الاتفاق مع الأردن بمذكرات تفاهم عملية أصبحت، وهناك جملة من المشاريع في هذا الموضوع. فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، هناك المجلس التنسيقي العراقي السعودي له جوانب كثيرة اقتصادية وثقافية. أنا أعتقد حتى الآن ما زال هناك يعني نقاش
في طبيعة المشروعات التي يمكن أن تقام في العراق. نستند في هذا، أنا زرت المملكة العربية السعودية قبل أيام، والأساس الموجود هو الرغبة الحقيقية بين البلدين في التعاون، وحتى تستكمل تنفيذ الاتفاقيات، حتى يستكمل بناء مشاريع. هذه المسألة أعتقد ليست مسألة شهور وما تتعدى ذلك، فنحن بحاجة للوقت لكي نرى مشروعات قائمة ومنجزة. السلام عليكم مع الوزير. سيف الزهير، وكالة أبواب الإخبارية. مع الوزير، ماذا توصلتم عن تطبيق إجراءات تثبيت موظفي العقود بما يخص الفقرة في الموازنة من لديه 5 سنوات فأكثر؟ نعم، الشيء الأساس أنا أعتقد أيضا قبل مدة صوت مجلس الوزراء على هذا التثبيت. هناك آلاف المتعاقدين يجري العمل على تثبيتهم. الآليات ربما تتأخر بعض الشيء في بعض الوزارات. تتذكرون أن مجلس الوزراء صوت على تثبيت عقود المحاضرين المجانيين، كانوا 209,000، وأيضا طرح أيضا مشروع قرار وصوت عليه بصدد العقود الأخرى غير المحاضرين المجانيين. فإذا نحن ننتظر آليات معينة لتثبيت هذه العقود في الأيام القريبة العاجلة. السلام عليكم معالي الوزير. مها عزاوي من وكالة المعارج العراقية الإخبارية. ما هي إجراءات الحكومة في عمليات الاغتيالات التي حدثت في الآونة الأخيرة؟ ربما الجواب نفسه ينطبق على التحقيقات. هناك تحقيقات بهذا الصدد، وكلنا ننتظر نتائج هذه التحقيقات في اللجان. الحكومة تسعى بشكل جدي. نحن نشعر أن مثل هذه العمليات يمكن أن تزعزع الأمن عندنا، ويمكن أن تواجه مسائل الانتخابات التي هي مهمة أساسية وقضية أساسية بالنسبة لبلدنا في الأشهر القريبة القادمة. شكرا جزيلا.